الجزيرة، موجود من مقر قناة الجزيرة. طبعا صدرت الكثير من الأحكام الحقيقة يعني بحق هذه القناة، وإحنا منتظرين الوقف الكامل لإرسال هذه القناة لما تتسم به من عدم مهنية بأي شكل من الأشكال في تغطية ما يحدث على أرض مصر. طبعا هنا شايفين أنه جاي طبعا لقطات من ميدان سفنكس، دي الحقيقة شقة بتطل على ميدان سفنكس، وميدان سفنكس الحقيقة فاضي زي ما انتم شايفين امام حضراتكم. فده الحقيقة مثال من التغطية اللي بتقوم بيها قناة الجزيرة وكيفية يعني تشويه الحقائق وتقديم مغالطات لا تتسم بأي مهنية بأي شكل من الأشكال. من أهم الأخبار أيضا اللي معانا النهاردة